أيها الإخوة، إن عمان اليوم التي تعد واحدة من أقدم الكيانات السياسية في المنطقة وفي بسم العالم. الله الرحمن الرحيم. لقد شاءت الأقدار أن تفقد عمان أباً وقائداً ملهماً، ومع هذا الحدث الجلل ليس لنا إلا الإيمان بقضاء الله وقدره، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وتنفيذاً للمادة السادسة من النظام الأساسي للدولة والمرسوم السلطاني رقم 105/96 في شأن مجلس الدفاع، وبناءً على اتفاق مجلس العائلة المالكة الكريمة بأن يكون سلطان البلاد هو من أشار إليه صاحب الجلاء السلطان قابوس بن سعيد المعظم في وصيته، فقد قام مجلس الدفاع بالاشتراك مع رئيسي مجلس الدولة والشورى ورئيس المحكمة العليا وأقدم نائبين لرئيس المحكمة العليا، وبحضور العائلة المالكة الكريمة بفتح الوصية هذا اليوم السبت 15 جماد الأولى 1441 هجرية، الموافق 11 من يناير 2020 ميلادية. وبناء عليه يتشرف مجلس الدفاع الإعلان بأنه تم تثبيت جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد المعظم حفظه الله ورعاه سلطان لعمان. حفظ الله عمان وجلالة السلطان. إن هذا الشعب الأبي الكريم سيواصل المسيرة حاملاً شعلة العمل والمعرفة، مدركاً لحقيقة نفسه، يعي جيداً قيم مكاسبه، يعرف كيف يحافظ عليها ويذود عنها، وبذلك يجني ثمار العمل والجهد. إن عمان وما قدمته لنا وعرفاناً بحقها علينا، فترابها مقدس وأرضها معطاء وشعبها عريق تدفعه إرادة العمل من أجل عزة الوطن وكرامته وتقدمه وازدهاره في سبيل إعلاء صرح نهضة هذا البلد. ونحيي عهداً جديداً بالثقة والأمل، بالوفاء والإخلاص، بالسمع والطاعة، ونجدد العهد للقيام معاً بالمهام التي تنتظرنا في سبيل بناء مستقبل هذا البلد الحبيب. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقسم بالله العظيم أن أحترم النظام الأساسي للدولة والقوانين، وأن أرعى مصالح المواطنين وحرياتهم رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحكيم المتعالي المحمود على السراء والضراء على حد سواء، سبحانه لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، يدبر الأمر، ما من شفيع إلا بإذنه، منه المبدأ وإليه المرجع، وله الحمد في الآخرة والأولى، والصلاة والسلام على خير أنبيائه ورسله وعلى آله وصحبه وأولى الصدق والوفاء. أما بعد، فإن إرادة الله تعالى جارية في خلقه، وإنا جميعاً إليه لراجعون. لقد شاءت إرادة الله سبحانه أن نفقد أعز الرجال وأنقاهم، المغفور له بإذن الله، حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور رحمه الله، رجل
لا يمكن لخطاب كهذا أن يوفيه حقه وأن يعدد ما أنجزه وما بناه. فلقد بنى دولة عصرية شهد لها القاصي قبل الداني، وشيد نهضة راسخة تجلت معالمها في منظومة القوانين والتشريعات التي ستحفظ البلاد وتنظم مسيرتها نحو مستقبل زاهر أراده لها، وأقام بنية أساسية غدت محطة أنظار العالم، وأسس منظومة اقتصادية واجتماعية قائمة على العدالة وتحقيق التنمية المستدامة وزيادة الإنتاج وتنويع مصادر الدخل، مما أدى إلى رفع مستوى معيشة المواطن العماني، وأقام هياكل ثابتة ودائمة للتعليم بجميع مستوياته وتخصصاته، فنهلت منه الأجيال وتشربت علماً ومعرفةً وخبرةً، فجزاه الله خير ما جزى سلطاناً عن شعبه وبلده وأمته، وأنزله منازل الصالحين وجعل مثواه في جنات النعيم في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وهيأ لعمان أسباب العز والازدهار والتمكين. أباء عمان الأوفياء، إن الكلمات لتعجز والعبارات لتقصر عن أن نؤبن سلطاناً عظيماً مثله، وأن تسرد مناقبه وتعدد إنجازاته. إن عزاءنا الوحيد وخير ما نخلد به إنجازاته هو السير على نهجه القويم والتأسي بخطاه النيرة التي خطاها بثبات وعزم إلى المستقبل، والحفاظ على ما أنجزه والبناء عليه. هذا ما نحن عازمون بإذن الله وعونه وتوفيقه على السير فيه والبناء عليه، لترقى عمان إلى المكانة المرموقة التي أرادها لها وسهر على تحقيقها. نكتب الله فكتب الله له النجاح والتوفيق. وعلى الصعيد الخارجي، فإننا سوف نرتسم خط السلطان الراحل، مؤكدين على الثوابت التي اخترتها لسياسة بلادنا الخارجية القائمة على التعايش السلمي بين الأمم والشعوب وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير، واحترام سيادة الدول، وعلى التعاون الدولي في مختلف المجالات. كما سنبقى كما عهدنا العالم في عهد المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور، داعين ومساهمين في حل الخلافات بالطرق السلمية، وباذلين الجهد لإيجاد حلول مرضية لها بروح من الوفاق والتفاهم. وسنواصل مع أشقائنا قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الإسهام في دفع مسيرة التعاون بين دولنا لتحقيق أمان شعوبنا ولدفع منجزات مجلس التعاون قدماً إلى الأمام. وفي الشأن العربي، سوف نستمر في دعم جامعة الدول العربية، وسنتعاون مع أشقائنا زعماء الدول العربية لتحقيق أهداف جامعة الدول العربية والرقي بحياة مواطنينا والنأي بهذه المنطقة عن الصراعات والخلافات، والعمل على تحقيق تكامل اقتصادي يخدم تطلعات الشعوب العربية. وستواصل عمان دورها كعضو فاعل في منظمة الأمم المتحدة، تحترم ميثاقها وتعمل مع الدول الأعضاء على تحقيق السلم والأمن الدوليين،
ونشر الرخاء الاقتصادي في جميع دول العالم، وسنبني علاقتنا مع جميع دول العالم على تراث عظيم خلفه لنا السلطان الراحل عليه رحمة الله ومغفرته، أساسه الالتزام بعلاقات الصداقة والتعاون مع الجميع، واحترام المواثيق والقوانين والاتفاقيات التي أمضيناها مع مختلف الدول والمنظمات. أيها المواطنون، ما كان لبلادنا عمان أن تحقق كل ذلك لولا القيادة الفذة للمغفور له بإذن الله تعالى، حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور رحمه الله، والأسس الثابتة التي أقام عليها بنيان هذه الدولة العصرية، والتفافكم حول قيادته واعتزازكم بما أنجزناه جميعاً تحت قيادته الحكيمة. ولولا ثبات ورسوخ الأمن وانتشار الأمان في ربوع هذه البلاد الذي ما كان ليتحقق إلا بوجود قوات مسلحة جاهزة وعصرية ومعدة إعداداً عالياً بكل فروعها وقطاعاتها، وأجهزة أمنية ضمنت استقرار البلاد واحترام المواطنين. فنحن نقدر دوره العظيم في ضمان منجزات ومكتسبات البلاد، ونؤكد على دعمنا لها واعتزازنا بدورها. أبناء عمان الأوفياء، إن الأمان المقاه على عاتقنا عظيمة، والمسؤوليات جسيمة، فينبغي لنا جميعاً أن نعمل من أجل رفعة هذا البلد وإعلاء شأنه، وأن نسير قدماً نحو الارتقاء به إلى حياة أفضل، ولن يتأتى ذلك إلا بمساندتكم وتعاونكم وتضافر جميع الجهود للوصول إلى هذه الغاية الوطنية العظمى، وأن تقدموا كل ما يسهل في إثراء جهود التطور والتقدم والنماء. وفقكم الله ورعاكم، وأسبغ رحمته وغفرانه على السلطان الراحل حضرة صاحب الجلالة قابوس بن سعيد بن تيمور، وجزاه الله خير الجزاء، وجعل كل ما أنجز وقدم في ميزان حسناته عند رب كريم، وأعاننا الله على السير على نهجه وإكمال ما أراد تحقيقه لهذا الشعب العظيم. إنه نعم المولى ونعم النصير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.